أسعد الله مساكم بكل خير. قصة اليوم تاريخ لا تفوتكم، من بدايتها إلى نهايتها راح تستمتعون تشعرون بالفخر في هذا الوطن. اليوم لما نقول في وفرة غذائية، في وفرة غذائية ما نتكلم من فراغ. هذا شيء بدأ من سنوات طويلة. تشوفون هالحوض اللي وراي جابني من الرياض إلى حرض. وش فيه في حرض؟ وحرض وين؟ حرض بالنص بين الرياض والحدود الإماراتية. وأنا في واحدة من أكبر المزارع في العالم. الملك فيصل الله يرحمه لما كان ولي عهد استشعر أهمية توفير وتأمين الأمن الغذائي وأيضا توطين كثير من البادية في هذه المنطقة، فمدوا هذه المنطقة بالمياه لري الزراعة وأيضا لتوفير المياه للماشية. الكلام هذا في الستينات، تخيلوا. هذا الاسفلت اللي تشوفونه وراي كم عمره؟ حوالي 60 سنة، من أيام كان الملك فيصل ولي للعهد، تخيلوا. بدت هنا قصة نجاح حكومية، بدأوا فعلا بالزراعة، تحولوا إلى الأغنام ثم إلى الأبقار، إلين جاء في بداية الثمانينات عام 1981 تحولت إلى شركة، يعني من عمري، تحولت إلى شركة قطاع خاص تملك جزء فيها الحكومة، اللي أصبحت اليوم شركة نادك. طبعا كل هالمساحات سبق صورتها كانت خضراء، لكن اليوم بسبب إيقاف زراعة الأعلاف خلاص ما عاد في زراعة فيه. من هنا هذه واحدة من أكبر المزارع في العالم، مثل ما قلت لكم طولها 75 كيلو في عرض 5 كيلو، في على بعد من هنا تقريبا ساعة إلا ربع مزارع للبطاطس. أنا قبلت دعوة نادك وسافرت وطلعنا تصاريح علشان نجي هالمكان هذا لأجل أمرين ساميين حقيقة. الأول هدفهم أنهم يبينون وفرة المخزون في المملكة وأنه الناس تطمئن، كل المستهلكين. ورقم 2 رسالة يحملونها باسم كل منتجين الألبان في المملكة، يقولون احنا اليوم في مهمة وطنية وليس اعلانات ولا تنافس، احنا جالسين نقول تعالوا شوفوا الاجراءات الوقائية اللي تطبقها الشركات اليوم مع هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء، معايير عالمية عالية جدا حتى يطمئن المستهلك على كل النقاط. بتشوفون تصويرنا من اول ما تدخل الشاحنات مع بوابة مدينة نادك الين تطلع المنتجات. طبعا هذه مدينة ضخمة سكانها حوالي 3000 ما بين موظفين وعوائل، فيها مدارس، فيها كل شيء، مستشفى أيضا. بسم الكريم. عبد الرحمن، حياك الله عبد الرحمن. هنا عند البوابة تقيسون الحرارة وش بعد؟ تقيسون الحرارة ونسجلها. وزي اللي تعطونهم برضه زي الورقة اللي عطيتونا تعاني من كحة كذا؟ لا هذه نسجل معلومات بالدفتر. تمام. الله ابو عبد الله في مدينه نادك. الله يحييك. احنا في اليوم حنزور مزارع نادك، فيها 7 مزارع ابقار. عدد الابقار الموجوده عندنا 83,000 بقره، تقريبا 40,000 بقره الحلوب. احنا نادك اليوم ننتج 100,400,000 لتر من الحليب الطازج يوميا، ننتج من مزارع الابقار يرسل الى المصنع.
عدد منتجات اللي تنتجها نادك اليوم فوق 200 منتج يوميا ينتج ويرسل للاسواق. الان نبي ندخل المصنع الالبان، المصنع هذا فيه تقريبا حدود 1000 موظف، ال 1000 موظف يعمل على مدار 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع بدون توقف. احنا الان دخلنا الى المختبر ابو اصيل. نعم، اليوم احنا في نادك نفتخر بالجوده اللي وصلنا لها واللي هي اعلى معايير الجوده على مستوى العالم ولله الحمد. الاختبارات اللي نقوم فيها هنا في المختبر تفوق ال 18000 اختبار في اليوم الواحد للمنتجات بالكامل. بما ان احنا نظام ايزو، نظام الهسب، وهو نظام عالمي معروف ومعتمد على مستوى العالم، فالمنتج ما ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى إلا أن يحصل على فسخ من المختبر. على أساس كذا هنا عدد الاختبارات 18000 اختبار وما فوق، وهي لضمان جودة المنتج ولكوفرة المخزون ولله الحمد. الحمد لله. أنا برضو أبغى أقول كلمة. صورت خلال الأيام الماضية مصانع متنوعة، هايبرات كثيرة جدا للاطمئنان على وفرة المخزون، وبديت من عند الأحواض هناك عشان تعرفون كيف بدأت هذه الصناعة في المملكة قبل حوالي 60 سنة وين وصلت اليوم، والمعايير اللي تطبق اليوم في المملكة في هذه الصناعة عالية جدا جدا جدا. عندنا شركات كثيرة الحمد لله اليوم في السعودية، فإحنا اليوم في واحدة من أكبر الشركات، شوفوا حجم المخزون فما بالكم في الشركات الأخرى. الجودة هذه موجودة على كل الشركات وكل المصانع، يلا من فضلك. فلذة هذه التغطية تبدأ منكم أنتم في استيعاب هذا الكلام، ولسه مكملين.
جودة عندنا سواء من المصانع ولا من هيئة الغذاء تمنع الأكل والشرب داخل المصنع. لذلك سرقت علبة وبشربها من عطشان. عبد الله قبل شوي انت تقول الصناعه وين وصلت على مستوى المملكه العربيه السعوديه وهذا فخر لنا. الحمد لله. اليوم في قلب المصنع غرفه التحكم للمصنع بالكامل واللي هي نظام اتمته بالكامل ونبي نشوف من الشاشه الموجوده هنا استلام الحليب ووصوله من مزارع الابقار. العمليه اليدويه فقط هو شبك الصهريج الى جهاز الاستلام. بعدها نظام تحكم الي بالكامل من استلام الحليب الى ان يصبح منتج نهائي وصوله الى الترك. الى الثلاجه. الشاشه اللي امامنا اليوم هنا تبين لنا كميات الحليب الموجوده بالعمر بدرجات الحراره الموجوده. ايش معنى عمر؟ عمر المنتج من الحلابه يعني ثلاث ساعات اربع ساعات. ثلاث ساعات اللي بنشوفها الان هنا في بعضها ثلاث ساعات اربع ساعات لان اليوم نادك ولله الحمد من الحلابه الى المنتج النهائي كحد اقصى سبع ساعات. ما شاء الله. الشاشه اللي بنشوفها بعد كذا يا اخوان هي شاشه المنتجات. هنا جهاز التصنيع و هذه تورينا الالات اللي شغاله بالكامل ولله الحمد لجميع الالات تعمل. والشاشه الاخرى هنا تعطيني وقت تشغيل الاله، ايش هي على اي حاله موجوده الان؟ على التشغيل على الانتظار. الثلاجة هذه في تقريبا أكثر من 300 ألف صندوق فيها تقريبا حدود المليون ونص لتر من المنتجات موجودة. هذا شحن يومي مباشر للأسواق من هنا يتوزع إلى 40 ألف منفذ تتوزع داخل المملكة والدول الخليج. ما شاء الله. من النقطة هذه اللي بنشوف درجة الحرارة هنا تقريبا 5 درجة مئوية فالآن نبي نبرد شوي تحملونا بس يا أخوان. طيب تفضلوا صبر تفضل. هذه ترى كلها ثلاجة برد ما شاء أكرر الترحيب بالزملاء في شركة نادك، الشركة التي أثبتت أن القطاع الخاص لا يقل أهمية عن القطاع الحكومية في التصدي لهذا الوباء العالمي الذي يسأل الله سبحانه وتعالى مسرب عنه وعن بلاد المسلمين. آمين. حنا اليوم في مستودعات المنتجات طويلة الأجل تكون من 9 مستودعات بكباسيتي أو
طاقة استيعابية لما يقارب 25 مليون لتر. ما شاء الله. التحميل اليوم والشحن اليومي ما شاء الله من 800,000 إلى 850,000 لتر. الاستلام اليومي ما يقارب 700,000 لتر. والله يحييكم. الله يسلمك. ما شاء الله تبارك الله. 9 مستودعات ضخمة للحليب طويل الأجل. اخوان اللي بتشوف الان المنتجات هنا ما شاء الله تبارك الله اكثر من 25 مليون لتر موجوده، والسبب انه من مبادئ تصنيع منتجات طويله الاجل انه يجب ان يبقى المنتج 7 أيام كفتره حضانه اختبارات على مختلف درجات الحراره، بعد ال7 أيام يطلع للاسواق، وهذه اختبارات عالميه لكل منتجات طويله الاجل، على اساس كذا بتشوف المنتجات مليانه ولله الحمد. اي يعني بعد 7 أيام يبدا الشحن تقريبا بمعدل يومي بعد فسح مختبركم انتم. مختبرنا احنا طبعا، وكل الاجهزه الموجوده هنا معايره بالغذاء والدواء. ما شاء الله. ما شاء الله. بعد ال7 أيام يبدا الشحن اليومي للمنتجات تقريبا حدود 800,000 لتر يوميا تطلع للاسواق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كلها حليب طازج من ابقارنا ولله الحمد. طبعا المنتج اللي تشوفه الان هذا ما في بودره. ما في بودره للاخر. من الحلابه الى ان تم تعبيتها 7 ساعات. ما شاء وهذا الله. انجاز طبعا في مستوى العالم، من النوادر اللي تلقى انه المصنع المسارة قريبه من المصنع في خلال مده. طبعا على مستوى العالم مو ما راح تلقى انه من الحلابه الى التعبئه من 6 إلى 7 ساعات، دائما تمتد من 10 ساعات وفوق. احنا ولله الحمد بما ان احنا مزرعه كامله متكامله، المصنع والمزرعه في مكان واحد في مدينه نادك، فتتراوح من 6 إلى 7 ساعات. ما شاء الله ما شاء الله. هذه بواصيل، هذه جبنا الكاسات، الاستكات الموجودة عندي أو الأرض تقريبا أكثر من 600,000 كيلو موجودة حاليا جاهزة للشحن، فبإذن الله تكتمل فترة الحضانة اللي 6 أيام تقريبا، بعدها تطلب. يعني تأخذون عينات عشوائية كذا 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 كذا. نعم. إذا أمورها تمام في المختبر تطلع. ممتاز الحين لجواحد يسولف يا بوصيل، قال وش اعطيكم الزبده، وش الزبده هنا؟ الزبده موجوده عندنا هنا، هذه زبده نادك، في زبده الكيلو والنص كيلو والزبده الاصابع في الاسواق معروف باسم الاصابع. الاستكات الموجوده عندي اليوم هنا بتكفيني الى 6 شهور. 6 شهور. 6 شهور ما شاء الله تبارك الله. هذه غرفه من 9 غرف. اي في عندنا 9 غرف، نفس الشيء نفس كلها زبده؟ كلها في زبده. اي في جبنه مثلثات وفي الموزريلا. ولكن الاكبر فيها الزبده تكفي 6 شهور. تكفينا الى 6 شهور. بس مع انكم تنتجون يوميا؟ وانا انتج بشكل يومي لا يقل عندي عن 100 طن، 100,000 كيلو زبده تطلع للاسواق. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. اللي خايف شو يخاف عليه؟ اذا الزبده الموجوده تبعت نادك ما فيها اي اضافات، زبده طبيعيه من فائض الكريمه تحولها الى زبده. والزبده اللي نصنعها احنا في نادك مثل اجدادنا في سابق الخط. ما شاء الله. كانت تذكر ابو عبد الله كان مبارك. يقولون الشباب عندك قصيده عطناها. عندي ابيات في الاجراءات الاحترازيه، هو الشعر رساله يقول الوضع تحت السيطره والحذر زين زين، وطاعه ولي الامر في الامر طاعه. اما التزمنا اسبوع ولا اسبوعين تفاقمت الاوضاع في ظرف ساعه، ترى احترام الانظمه والقوانين ما له دخل في المرجله والشجاعة الفوضوية، ديدن الفوضويين وتأثيرها تأثير نشر الإشاعة، لهيب للدنيا ولهيب للدين ولا لها لها من وراء أطماع. الله الله صح لسانك. أبو وصيل أكرمكم الله، شكرا على هالزيارة الجميلة. حياك الله أبو عبد الله. لا شكر على واجب، هذا واجبنا. ولو سمحت لي أبو عبد الله أنا عندي رسالتين بقولها. إيه تفضل. الرسالة الأولى أني حابب أني أطمن كل شخص على هذه الأرض المباركة أن الغذاء موجود ولله الحمد، فلا داعي للقلق او الهرب. الحمد لله. صحيح. الخير واجب. صحيح. ولله الحمد. صحيح. وشفنا الخيرات كثير ان شاء الله في هذه الارض المباركه. الرساله الثانيه هي ان احنا اليوم ملتزمون بتقديم الغذاء باعلى معايير الجوده. بيض الله وجهكم. هذا واجبنا. بيض الله وجهكم. مكملين للاخوه الجنود، احنا جنود اليوم مكملين للجنود على حماة الحدود والجنود الصحه اللي اليوم قدموا ارفع ايات العمل الواجب للوطن. وحنا اليوم بالله نلتزم بتقديم الغذاء بأعلى معايير الجودة. وحياكم الله. الله يعطيك العافية. شكرا لكم.